ها كيتشوفي الحالة تاعنا كيفاش راهي، كيفاش كنا عايشين. حنا رانا أربع عائلات هنايا، كل واحد عنده ثلاثة، ما من 97 وحنا نستناو حتى اليوم، ربي يفرج إن شاء الله. جاتنا فرحة كما نقولوا ما كناش نستناو فيها، والحمد لله إن شاء الله يفرحوا كل واحد اللي ما عندوش. واش نقول اختي، هاد الدار هادي زدنا فيها كبرنا فيها، الدار هادي كيما نقولوا محطوطه في التاريخ، زايد فيها محيدين بسطارجي معروفه في الدار هادي في القصبه. تغيط تغيط راحت هكذاك برك. اليوم عمليه ترحيل ازيد من 300 عائله القاطنة بالعمارات الأولى للانهيار على مستوى بلدية القصبة هي متواصلة. يوم أمس شهدنا ترحيل أزيد من 80 عائلة، اليوم أزيد من 170 عائلة سوف ترحل من هذه العمارات الأولى للانهيار. الأحياء المستقبلة هي على مستوى بلدية باب حسن وعلى مستوى بلدية ولاد فايت وعين بنيان وكذلك الأدويرة.